اللي هنعلن فيه موقفنا من الدستور وهنعلن فيه عن استعداداتنا في يوم 14 و15 يناير واستعدادات التكتل فيما يتعلق بالعمل الميداني والدفع بانتهاء الاستحقاق الاول الذي يضع مصر على اول الطريق نحو الديمقراطيه والتقدم. نحن نرى ان المنتج الذي اخرجته لجنه الـ50 لتعديل الدستور هو منتج مناسب قد يناسب مصر في المرحله الحاليه ويدفعها للامام خطوه نحتاجها في هذا التوقيت. نحن نرى ان المنتج مناسب وسنصوت عليه بنعم. وندعوكم للمشاركه اولا والقراءه. ندرك جيدا ان مصر تستحق دستور افضل من هذا، لكنه افضل في الفتره الحاليه وافضل من دساتير سابقه، حيث شهدت الفراغ في باب الحريات والتوازن بين السلطات وحفظ حقوق مختلف شرائح المجتمع من شباب ومرأة وأقباط وذوي الأعاقة. احنا كاتحاد شباب ماسبيرو شاركنا في توعية الكثير من المواطنين في المحافظات المختلفة في القرى، ورصدنا الكثير من الندوات داخل الكنائس لتوعية الأقباط بضرورة هذه المشاركة، لأنه هي خطوة مهمة لاستكمال ثورتنا، خطوة مهمة للرد على كل المحاولات لإفشال هذه الثورة سواء من قبل جماعة الإخوان الإرهابية أو من قبل الحرب الخارجية اللي بتقودها أمريكا وقطر على مصر. نأكد انه احنا خرجنا يوم 30 يونيو عشان نسقط نظام استبدادي، وانه الدستور هو الخطوه الاستكماليه لهذه الثوره، هو فعلا هو هيكون استفتاء على الثوره والرد على اي محاولات ان هذا انقلاب عسكري. والتاكيد انه الدستور مواده ايجابيه، ما شفناش اي مواد يعني خلافات واضحه بين الناس زي ما حصل في دستور 2012، وبالتالي يعني ما فيش دستور في العالم بيكون عليه توافق 100%، ولكن اعتقد انه الاستكمال هيكون بعد الدستور في فكره الشرعيات اللي هتطلع بناء على الدستور اللي بتاكد على فكره المساواه والمواطنه و يعني العداله الاجتماعيه اللي احنا بنطالب بيها بشكل مستمر، وتفعيل هذه المواد دي الخطوه الاساسيه. توصلنا الى ان المواد الخلافيه التي تتعلق بهذا الدستور، بالذات مواد المحاكمات العسكريه وماده وزير الدفاع وغيرها من المواد، مواد قابله للتعديل وفق البرلمان القادم، وانه الدستور في مجمله دستور جيد، واذا كانت تطلعاتنا الى محاكمه المدنيين أو عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، هذا الأمر يأتي بشكل متدرج وليس بشكل فجائي، وإن وجود الجيش في الشارع قد يكون هذا السبب الرئيسي من احتياجنا لوجود الجيش في الشارع هو وجود هذه المادة، وإنه هذه المادة هي أفضل مادة وضعت بشأن المحاكمات العسكرية من كل الدساتير الفائتة.